بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم يا أخي، أوقف، ماذا أخذنا؟ نعم، ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ أخذنا المسائل الأربع، ما هي؟ العلم والعمل والدعوة والصبر. تعال هنا. نعم. طيب الأخ يوليزا تمسوما نيني كوي درس اللي وبيتا أسيما تمسوما مسائل الأربع أكاتاجة علم نامتيندو ندعوة نكون صبرا. نعم، أوقف. أنت أي نعم، لا تتكلم. نعم، ماذا أخذنا؟ جاء متأخر، تقدم هنا. طيب جون بيلي. نعم، أي نعم، أخذنا المسائل الأربع غير المسائل الأربع. لماذا ندرس التوحيد؟ تمشكوها قوانين رسوم التوحيد. ولماذا ندرس الأصول الثلاثة؟ قوانين رسوم أصول الثلاثة. وما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ زيبي أصول الثلاثة غوفوبي والثمرة نام توندا والفهرس فهرس الكتاب. من يذكر لي فهرسة الكتاب؟ قلنا هذا المتن يحتوي على أقسام خمسة. ناني أتجي زغمزيا فهرس الكتاب ويجي. نعم، ما هي؟ نزيبي المسائل الأربع، مسائل منة، والمسائل الثلاثة، مسائل متات. لماذا ندرس التوحيد؟ وانين رسوم التوحيد، شرح الأصول الثلاثة، شريعة أصول الثلاثة، والخاتم. الله يفتح عليك، ما شاء الله، خاتم يا كتاب. نعم، إذا ما هو الدرس الآن؟ المسائل الثلاثة. نيبي درس يا ساسايبي تكون مسائل الثلاثة. قل لي هذا، يترك الكتابة، لا تكتب، انتبه. إذا الدرس الآن في المسائل الثلاثة. درس أساسي تزنقمزيها كوني مسائل الثلاثة. هل المسائل الثلاثة هي الأصول الثلاثة؟ هي مسائل متات بزو أصول تات. لا، سيفو. الأصول الثلاثة أسئلة القبر. أصول الثلاثة أصول تات لمسؤال قبرين. نعم، المسائل الثلاثة ما هي؟ مسائل متات نياب. المسألة الأولى إفراد الله بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. مسألة كوانزا نيكم بوكيش الله سبحانه وتعالى كوني توحيدي يا الربوبية، توحيدي وفلمواكي الله سبحانه وتعالى. لا، اترك التعريف، فقط توحيد الربوبية والأسماء والصفات. توحيدي يا الربوبية نتوحيدي يا أسماء والصفات. نعم، المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية بالعبادة. مسألة يبيلي نكون بكيش الله كوني عبادة. نعم، المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله. مسألة يتاتو نكوني كمبالي نشركين وشركين. هذا هو الدرس الثاني. هي اللي درس يبيلي. من يعيد لي المسائل الثلاثة؟ ناني يتوزع كوريكيش كسيمة مسائل الثلاثة. المسألة الأولى الربوبية والأسماء والصفات. توحيدي يا ربوبية نا مجينا يا الله سبحانه وتعالى صفة ذاك. المسألة الثانية توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. مسألة يبيلي لكم بوكيش الله كن عبادة. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله. مسألة تاتو نكجيك مبالي نشركي كذلك نوشركين. نعم، إذن هذه المسائل الثلاثة. هاي اليوم مسائل متاتو هي غير الأصول الثلاثة. إيزو سيزيلي أصول الثلاثة. نعم، ذكرنا في الدرس الماضي أنه قد يسألك إنسان يقول موحد. تمسيو تاجا قدك درسا إليو بيتا كم بمتو أويزا كوليزا جيويني موحد. تقول نعم أنا موحد. سمنديو ميميني موحد. ما هو التوحيد؟ توحيد نيبي. من يعرف؟ ناني أنا يجوا اللي يعرف هو موحد. أنا يجوا إيه لموحد. والذي لا يعرف هذا لا يعرف التوحيد.
إلي أن باي هجوي هو هجوي التوحيد. إذا معناه أنه ليس بموحد. فإذا معناه كتقوى يسي موحد. من يعرف التوحيد؟ اللي يعرف التوحيد هو الموحد. نان يعني جوا توحيد. التوحيد هو إفراد الله. توحيد نيكم بوكيشا الله سبحانه وتعالى. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. أمور خاصة بالله ما يشارك في أحد. نيكم بوكيشا الله سبحانه وتعالى. جوا كوني عبادة يعني ما بام بيكون بها أوصيشي. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نيكم بوكيشا الله سبحانه وتعالى كمان بني خاصة يكي ويكيمو وفلمي واكي نا معبود بكياكي نانا مجينا ياكي الله سبحانه وتعالى صفة. إفراد الله سبحانه وتعالى ها؟ تعطل اسحبه في يدك وخلاص الحمد لله. طيب إذن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيدي نيكم بوكيشا الله سبحانه وتعالى كويا الإمام بمبايو ني خاصة كوكي كويما نفلمي واكي نا كمعبود بكياكي نانا مجينا ياكي نصفة. نعم، وهذا فيه أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نهي كتك تعريف يونيشا كم بالتوحيد ميغوانيكا سيموتات. توحيد الربوبية. توحيد يوفل مواك الله سبحانه. ما هو توحيد الربوبية؟ نيبي توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. ني كمبوكيشا الله سبحانه وتعالى كني متندوياك أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير أو كمبوكيشا الله بكياك كمبني من يكومبا نندي من يكو إندشا مامبو كذلك بالخلق والملك نوميلك كمبني من يكوميلك والتدبير خلق وملك وتدبير كذلك كوندشا أو كبيتشا مامبو. يعني إما أن نقول إفراد الله بأفعاله أو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. إما تسمي كما نكون بكش الله كني ما تندوياك مني أو تسمي كما نكون بكش الله سبحانه وتعالى كني كومبا نكون كمليكي كذلك أنا كني كوندشا ما أبغى إني كبيتك كني ولمن. الثاني توحيد الألوهية. جنب الأبيل لتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو توحيد العبودية توحيد العبادة. توحيد الألوهية لتوحيد عبادة يولي وتوما ومجي كمبا إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد ني كمبوكيش الله سبحانه وتعالى كني متندو يا واجا أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو كمبوكيش الله كني عبادة. الثالث توحيد الأسماء والصفات. يوان تتات لتوحيد الأسماء والصفات. إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه. كمبوكيش الله سبحانه وتعالى قيالي أليو يهيتا أو مجسيفو مهي سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الأسماء والصفات ما يمكن أن نأخذها إلا من الكتاب والسنة الصحيحة. يالي أيو جسيفونا يوناني القرآن أو أليو مسيف متومي صلى الله عليه وسلم. بمعنى كمبا أسماء والصفات هتوزي كتبتشها إلا قيتكوه كني قرآن أو كني حديث ونثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ناكم ثبتشها الله قيالي أما يقوم بيانا ولنغنناي سبحانه وننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق ناكم تكاس الله سبحانه وتعالى جو يا جامب ولكم فرانيشنا في يومبه. نعم طيب إذن عرفنا التوحيد شرعا ويتميجوا توحيدي شرعا إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ومبكم بكيش الله سبحانه وتعالى قيالي اللي يجسفناي ونالي يجخصشناي يكويمو فالمواكي نكذلك وعبوديوا نانا مجيناياكي ناسفة. وعرفنا توحيد الربوبية كذلك تكيلزي توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله بكيش الله كني متندوياكي منيو
وعرفنا توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة كذلك تكاليزية توحيد الألوهية أمبايو نيكم بوكيش الله جو عبادة وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته كذلك تكاليزية توحيد مجنياك الله نصفة أمبايو نيكم بوكيش الله سبحانه وتعالى نقوث بتيشة مجنياك نصفة ذاك سبحانه إذا ما هي المسائل الثلاثة وإيبو نيابي يلي مسائل متات المسألة الأولى لابد من إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات مسألة يكوانزا لازيما أثبتيشا أو كمبوكيشا الله كوني توحيد الربوبية نا فيلا فيلا توحيد يمجين نصفة المسألة الثانية إفراد الله بالعبادة مسألة يبيلي نكمبوكيشا الله كوني عبادة وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كما الله سبحانه وتعالى هتاكي كشركيشو أنا يوتي كوني عبادة كوني وجواك لا ملك مقرب سي ملائكة اللي قريب ولا نبي مرسل ولا سمتومي اللي يتوم إذن لا يمكن أن يشرك مع الله أحد لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة عليهم السلام ولا الصالحين معنى هيفاية وهي زكاني تكم تشانغانيا بموجنا الله نبيهم بفنجيني ما الدليل سي ملائكة سي نبي ولا سم جميمة ما الدليل على أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته دليل نيبي يقوم بمنيزي مغو حيكو راضي كشركي شو وأن المساجد لله هذا الدليل نعم دليل نهي قوله تعالى وأن المساجد لله الله سبحانه وتعالى قوم بمسكيتي نيكي وأن المساجد لله ما معنى المساجد نيني معنى المساجد المساجد هذه المبنية مساجد كمان هي مسكيتي اللي يجنغو هل بنيت هذه المساجد حتى يعبد فيها غير الله يمجين ومسكته إلي أعبدي وأسيكو الله فإذا وجدت إنسان يعبد غير الله في المسجد تنكر عليه بدليل وأن المساجد لله كم كتمت أنا أعبد وأسيكو الله لن يمسكتي تم كتازا كسباب كآيهي من يزم ولبسيما وأن المساجد لله أراد أن يدفن إنسان في مسجد رجل صالح أراد أن يدفن في مسجد ننكر عليه بأن المساجد لله كذلك أو حتى كوني متميمة يوزيكو كوني مسكيتي تمكتازا كما ننوي الله ليسيما وأن المساجد لله لو دعا غير الله ننكر عليه لو أتى أومبا دعا أو أتى مومبا سيكو الله تمكتازا نعم أو المساجد أعضاء السجود الجبهة والأنف وباطن الكفين والركبتين وباطن أصابع الرجلين هذه أعضاء السبع أعضاء السجود كذلك معنى يا مساجد هو معنى شاني في الفيونغو مجا أنا بويتومية كوني سجود وصو بموجة نبوة نا في تنجيل فيويلي كذلك مغوتي نا مجا يا فيدولي من خلق هذه الأعضاء السبعة من؟ ناني أليومبا فيونغو هي في سابة من يكون سجودي الله هذه المساجد لله إذا لا يمكن أن تسجد بهذه الأعضاء السبعة إلا لله ويبو فيونغو هي في نفا من يزم وليو علي فيومبا نان لازم بهم سجودي أو المساجد الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا لا يمكن أن نسجد في مكان على وجه الأرض إلا لمن؟ لله لأن الله قال وأن المساجد لله يعني الأرض نعم أو كذلك إذا قلت معنى يا مسجد أرضي وسباب أمتم عليه الصلاة والسلام وتنبيه يقوم بني مجاعلي ويقوم بمسجد ني طهارة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مجعليكم بأرض مسجد نا بلا بلا لطهار طيب أرض يمن يزمه سبحانه وتعالى نعم فلا تدعو مع الله أحدا وسيوم بموجة نا الله نا يويوته ما معنى أحدا نيني معنى أحد يشمل كل أحد أحد يتشنغاني أكو كل كتو نبي نمتوم أولي أو نمجمم أو ملك أو ملائكة أو جني أو جني أو صالح أو ني عبد صالح متمميمة إذن يشمل كل أحد ممن يعبد من دون الله طيب يا تشانغانيا كويوتي أن يعبدوا أسيكو الله هذه المسألة الثانية هي اليوم مسألة يبين